شيخنا، وش رايك في شيخ شمس الدين الجزائري وبعض شيوخ الجزائر، وما هو احسن شيخ راك تتبع فيه الان؟ استاذ هو استاذ اصلا وشيخ ما شاء الله، كيف يتبع شيوخ اخرى؟ استاذ ما شاء الله ايمان ما عندهاش خلفيه على هذا السؤال، لذلك طرحته ببراءه. نعم اختي ايمان، الانسان يحترم نفسه، هناك مرحله بناء وهناك مرحله عطاء. انا انت قلتي كيف الشيخ يتبع المشايخ، الاسم شيخ فقط، لكن التحصيل العلمي، الرصيد العلمي، الرصيد الميداني، التجربة، ما زلنا يعني لم نصل إلى درجة يعني المشايخ الذين شابت لحاهم في العلم. صح. لذلك أنا أقول الإخوة، منيش متهرب عن هذا السؤال، ولكن حقيقة أنا الآن في مرحلة بناء، راني ندير في دروس، وراني نقرأ، وراني نحفظ، وراني نواصل في دراستي، وراني داير مدرسة. لذلك أنا الآن في مرحلة بناء، لا أحاول أن أشتغل بما رأيك بفلان أو علان. أنا لا أقول شيئا في أي أحد، لا الشيخ شمس الدين، ولا الشيخ فركوس، ولا الشيخ الفوزان نسأل الله أن يشفيه، ولا الشيخ يعني موسى إسماعيل مالك الصغير ومفتي الجزائر نسأل الله أن يحفظه، وكل علماء الجزائر. أنا الآن في مرحلة بناء، أنا في مرحلة عمل، في مرحلة مركز ميدان، على نفسك فقط. مركز غير على نفسي، ما يهمنيش. ساعات يجيني واحد يقول لي ربي وش حال، لو قالوا لنا ود عمك، والله قالوا لنا ود خالتك، نقول له وش بيه. بعد كي نبدأ نسأل يقولوا أو وقع كذا وكذا. سبحان الله، راني نقول له خارج مجال التغطية هذه في الموضوع، ما عنديش علاقة. أنا عندي الآن مش نخرج على بال وين راني رايح، أشغال تتعلق بالمدرسة القرآنية، ترميم وتعداد. تحدثني أنت عن فلان ولا وش مرايك؟ أنه في كل المجالات نلقاو السؤال هذا الشيخ، مش غير في المجال هذا. مثلا من أفضل كذا، شكون اللي راك تتبع فيه، شكون تقتدي به، وما إلى غير ذلك. لذلك أنا قلت لهم ما عنديش حاجة ندرجها، أنهم يعرفوا هذه وني هذه نقولها، أنا عن نفسي نقولها، وأنت حكم عني شكون راني نتبع من بعد. أنا لا أنتمي إلى أي فكر ولا تيار ولا منهج ولا جماعة ولا حزب، ما عنديش. وكون يعود عندي صح انتماء، أو البعض يقولك لا والله ينحسوه ينتمي، مش تحس هذي وني. أنا ابن حي شعبي وابن أسرة يعرفها الجميع، وأنا في تركيبتي صدري عريان، من قدش نخبي حاجة، أنا نمشي بالوضوح. أنا كيعود عندي انتماء نخاف، نعلنوا الانتماء تاعي ويبان علي. أنا ما عندي حتى انتماء على مسافة واحدة مع الجميع. نسأل الله أن يحفظ مشايخنا في كل الجماعات وفي كل التوجهات، نحترمهم يحترمون. أنا في الحفل تاعي والله الحمد لله حضروا المشايخ من كل الأفكار ومن كل التوجهات، عندي طلبة ذات من كل الأفكار، عندي مشكلة يعني نتعامل مع الناس كل. هو سماكم المسلمين من قبل، عبد الله بن بردي مجنون، أنا ربي عطاني أمة كاملة باش ننتمي إليها، نروح ننتمي في دائرة ضيقة. أنا مانيش اللوم على من ينتمي، اللي راهو ينتمي الى فكر ولا تيار الله يعينه، انا مانيش اللوم فيه والله ما ننتقده. لكن انا نحكي على بومبردان، مادام راني في الحصه وعندي الحق نتكلم، مادام الميكروفون او امامي وراني في قناه التحرير، ما يقد حتى واحد يشد لي فمي. صح. انا راكم وجهت لي دعوه، جيت انا نقول انا ننتمي للامه الاسلاميه، انا هو سماكم مسلمين قبل، وانتمي الى هذه الارض الطيبه المباركه الجزائر التي سقيت بدماء الشهداء، هذا هو انتمائي. أنت حبيت توجني وتحطني في خانة يا مريض، أنا ما يهمنيش فيك، ترى حطني وانت حطني، أنا المهم أني على مسافة واحدة مع الجميع. كلام هذا مش دبلوماسي، ما نعرفش الدبلوماسية، واللي يعرف الكلام هذا يجيني على المباشرة نحثه بطريقة أخرى، يخرج عن صمته. سبحان الله العلي العظيم. أنا لا يعني كني صرم، سبحان الله. ساعات نقف تعليقات يقول لك هذا مثلا كذا ينتمي إلى اللون الفلاني، من قالك أنا أنتمي؟ يخطط وحدهم. ما انتميش. انا مسلم جزائري. انك يقول واحد لا اله الا الله في تندوف في جنوب افريقيا، في اخر المانيا يقول لا اله محمد رسول الله، نشعر بك الاخوه. صح. انما المؤمنون اخوه، نشعر بتلك الاخوه. ما تحط لي حتى حواجز، انا تاع الكره تاع مسلم تاع الكره الارضيه كل، مانيش تاع حتى واحد. تصلوا بحبل الله جميعا. نعم.